بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. خمسون غراما، وزن قليل جدا، لو كانت قطعة حديد صغيرة وزنها أكثر من 50 غراما. هل تعلمون أن هذا الفيروس المنتشر في هذه الأيام حسب حسابات دقيقة جدا، لو جمعنا كل ذراته في كل الكرة الأرضية وفي كل الأشخاص المصابين بهذا الفيروس، كل ذلك لو جمعناه حسب بعض الإحصائيات العلمية، مجموعه يكون أقل من 50 غراما. خمسون غرام من فيروس غير حياة لعله أكثر من 5 مليارات من البشر، أو لعله أكثر من ذلك أيضا. يعني البشر بما تمتلك من قدرات، الحكومات التي تمتلك قدرات كبيرة، كلهم ما تمكنوا أن يصدوا أمام 50 غرام من الفيروسات. هذا يعني أن الأمور في هذه الدنيا على وجه الكرة الأرضية ليست بأيدي البشر. إذن البشر الذي لا يملك إدارة هذه الكرة الصغيرة التي اسمها الأرض، ناهيك عن المنظومات الشمسية، ناهيك عن المجرات، ناهيك عما في السماوات، ناهيك عن كل هذا الكون، فإذن من الذي يدير الكون من قبل الله سبحانه وتعالى؟ ذاك هو الذي سماه الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم خليفة الله. وفي عصرنا ليس هو إلا التاسع من ولد الحسين، بقية الله الأعظم، الحجة ابن الحسن المهدي المنتظر، أرواح العالمين له الفداء. هو الذي من قبل الله سبحانه وتعالى تتنزل الملائكة عليه ويدير الكون بواسطة هؤلاء الملائكة. ماذا نصنع في هذه الأوضاع؟ إلى من نلتجئ؟ نلتجئ إلى بشر لا يتمكنون أن يصدوا 50 غراما من الفيروسات، أم نلجأ إلى ذلك الذي قلبه وعاء لمشيئة الله عز وجل، كما هو صلوات الله عليه قال:
قلوبنا أوعية لمشيئة الله، شيئان أمران واجبان في هذه القضايا وأمثالها إن حدثت قضايا ثانية أيضا. أولا الالتجاء إلى هذا الشخص الذي جعل الله سبحانه وتعالى كل قدرات الكون فيه. كيف تلتجئ؟ بصورة جماعية إن أمكنك، بصورة فردية وأمامنا ليالي القدر. هذا أولا. ثانيا هذا امتحان، كيف نخرج من هذا الامتحان؟ البعض يخرج مرفوع الرأس والبعض يخرج منكس الرأس. هناك أناس لسبب أو لآخر يحتاجون إلى مساعدتنا بأي طريق، مساعدة نفسية، مساعدة فكرية، مساعدة مالية، مساعدة بأي طريق. أشخاص يحتاجون إلى مساعدتنا في هذه الأزمات، كم نساعد الآخرين، كم نخدم الناس. حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم. يوم ميلاد السبط الأكبر لرسول الله صلى الله عليه وآله الإمام أبي محمد الحسن الزكي ابن أمير المؤمنين وفاطمة الزهراء صلوات الله عليهم، أبارك لكم هذا اليوم السعيد المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يفرق بيننا وبين هؤلاء الطيبين الطاهرين خيرة خلقه طرفة عين أبدا في الدنيا والآخرة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سادة الخلق محمد وآله الطاهرين.